الشرط المتداخل، الشرط المتداخل معناه انه يكون عندك اف شرطيه داخل اف شرطيه اخرى، بمعنى انه انا عندي الان اف شرطيه وداخل هذه الاف شرطيه هنالك اف شرطيه اخرى تقرا لي شرط معين، اللي على سبيل المثال الايج يكون عباره عن 19 سنه، فاذا كان عباره عن 19 سنه المفروض مثلا على سبيل المثال انفذ هذا الكود الاول. الان اصبح عندك شرط داخل شرط، في البدايه لازم يكون اكبر من 18 سنه، اوكي، ومن ثم داخله لابد انه يكون 19 سنه. فهنا أنا مثلا يعني في ضوء تحقق هذا الشرط يبدي انه ايضا يعمل تشيك على هذا الشرط ويبدي اذا كان صحيح يعمل هذا الكود. ونفس الشيء الان تستطيع انه تضع else، هذه الالس هي ايش تابعه؟ هل هذه الالس تابعه لهذه الاف الشرطيه ام تابعه لها؟ اكيد هذه الالس هي تابعه لهذه الاف الشرطيه، فهذا هو كونديشن لوحده، يعني مثل ما تلاحظ كونديشن او شرط او بنيه شرطيه ككل لوحده، هذه البنيه الشرطيه هي متداخله مع البنيه الشرطيه الاولى، يعني الالس اللي انا اكتبها اكيد هنا أنا هي ايش تابعه؟ تابعه للشرط هذا، وليس يعني لا تتبع لهذا الشرط باعتبار انه هذا الشرط متداخل، فالاف الشرطيه او الالس اف اللي انا اكتبها الان الالس اف فهي ايضا راح تكون خاصه في هذه الاف وليست خاصه في هذه الاف.